إخوان، السلام عليكم. اليوم غادي نمشيو عند شي أصدقاء كاينين في المدينة القديمة، الجهة ديال بوطويل. غادي يقدموا لنا بعض الأنواع ديال الكلاب، وغنشوفوا شنو عندهم، وبعض الأصدقاء وبعض الناس اللي غنتلاقاو معاهم في الطريق مرة، وهذيك الساعة غادي نستشروا معكم في الشيء اللي غادي نقدم. واحد الفصيلة ديال نوع ديال الكلاب غيقدمها لنا هذا السيد، ويقول لنا اشمن الفصيلة هذه وشحال كي عنده في العمر ديالو. سلام خويا، الاسم ادم. ادم، متشرفين. بالنسبة هذا الروت، هذا الروت رويال، الروت رويال عنده عامين ونص. عنده بالنسبة للوريقات و بي دي كري كلشي ناضي. هاد الكلب ناضي، هادو من الناس الهوات اللي كيكسبوا الكلاب، يعني كيكسب كلب كيعتني به وكيقدمه وكيبقى. هو بالنسبة للهدوء تام. خوت، ها واحد نوع اخر. السلام عليكم خويا، اش من نوع هذا؟ كاني كورسو. هذا كاني كورسو، شحال عنده في عمره؟ عنده عامين وثمان شهور. تبارك الرحمن، اللهم بارك. كاين شي حرارة يعني؟ حار، ولكن ما تسحقات ما يدويش معاه. اللهم بارك خويا. تبارك الله، تبارك الرحمن، اللهم بارك. يعني بالنسبة لهذا قلت لي السمية ديالو كاني كورسو، العمر ديالو شحال عنده؟ عامين وثمان شهور. عامين وثمان شهور، وريقات ناضية، كلشي ناضي. الله يسخر لك. لا خلي الفاكسة بالنسبة للمساوي، يعني كتخرج من وهاد السلالة ديالهم كتخرجها كتبيع؟ لا، اللي بغى يجي شي نتوما مرحبا، انا ما عنديش نتاوي، عندي هاد الدكور، طول شي دكور. يعني ما كت اللي بغى تشي مالين وحرارة عندي. ها الدكورة، يعني هاد الدكورة اللي بغى يكوبي مرحبا. واخا خويا، تبارك الله، اللهم سخر، الله يبارك خويا وسمحوا لينا. اخوان الشباب اللي غنمشيو عندهم ان شاء الله، الدراري اللي غنمشيو عندهم غنصور عندهم الى قسم الله، غنمشيو عندهم كيسكنوا في بوطويل، ونتمنوا الخير وغنشاركوا معكم كاع الحوايج الزوينين اللي غنلقاو. عدد الناس رحبوا بينا وكيقول لكم مرحبا وجي عندنا، حنا غنشاركوا معاهم كاملين داكشي اللي غنشاركوا معاهم، غادي تشوفوه معنا. تبارك الله، اللهم بارك. هذا ولد شحال عنده؟ بقى شهر ما كاملش، نهار 16 يكمل الشهر. نهار 16 يكمل الشهر. هذا الجهاز يعني زرقين. هذا اللهم بارك، هذا الخاسك عينينا هما كيش ديما شدو في عيني، عينينا هما زرقين. اللهم بارك. هالأم، هالأم ديالو درافة. نعم درافة. اللهم بارك. قلت لي راه كيرحب بينا. سير بلاصتك، يلا غيورينا واحد الكلب ديال الشاوشاو. ها انتم الاخوان. اللهم بارك، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، اللهم بارك. شحال عنده هذا تقريبا؟ هذا عنده عام ونص. شاو شاو، تبارك الرحمن، اللهم بارك. هذا حاطه للبيع؟ لا. أو الفوق؟ لا، هذاك الوليد صغير ولد. الحاس. الوليد. شحال كتقول في هذاك الوليد؟ كنقول فيه 1500. 1500. أنا وريك الطاولة. مرحبا. الاسم ديال هذي؟ كوبرا. كوبرا.
الناس اللي كيتحب البيرجي ألمو. هذا راه كومبليشن ما اذكر كومبليشن ما اذكر ولا داكروم انا اللهم بارك. كيل كيل تما كيل وبا ابا الاب ديال اسيت هاد الهاسك اللي وريناكم صغير هو الاب ديالو دابا غنوري عليك بينا هو نون غيبان لينا دابا بداك الهاسك داك الصغير اللي شفنا اللهم بارك الله يكمل اخوان هادو الصطاف شحال عندهم عندهم شهير هادو عندهم شهير تبارك الله كاين شي تساوي لا 10 تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك هما 10 ديال الصطاف اللي غادي تشوف شي حاجه منهم هما عندهم صديق ديالنا الاسم ديالو ماشي عماد اخويا نعطيكم النمره هو اخويا عماد 07 دوبل 0 07 دوبل 34 48 متشرفين ها هو النمره ديالو اللي بغى شي حاجه والثمن شحال تقريبا الثمن اخويا تنقول 1000 درهم كيقول 1000 درهم ولا بغيتي راه غتعامل هذيك الساعه راه قابل للتفاوض اللي بغاها الشباب راه قابل مليحه كاينه ممكن كاين ممكن فاهم حتى دابا ما كاينينش هنا محيدو في واحد البلاصه متيسعه باش يبقاو اللهم بارك اللي قلتي كنتعقموا الموتور اللهم بارك اللهم بارك هي الكليبه اللي قلنا لكم الكلبه اللي ديال دوك الوليدات اللي وريتكم ها هي دابا ها مولا دابا بلاطاك ديالو الاطاك ديري الاخ اللي مربيها مدريسي على واحد السيستيم ديالو هو الخدمه ديالو الحروريه داكشي اللي بغيتو غتلقاو فيه حتى الوليدات ان شاء الله يكونوا بحال هاد الطريقه